قد ما تحتاج لكل التعليمات البرمجية اللي هلا اشتغلت عليها كليا. مرحبا شباب، يعطيكم الصحة والعافية. اليوم واجهتني مشكلة بجهاز الكمبيوتر الخاص فيني أثناء الإخلاع، واللي هي على الشكل التالي: أثناء اللودينج الخاص بالويندوز رح تظهر عندي رسالة زرقاء على الشكل التالي، طبعا رمز الخطأ 0xc4021a. مثل ما أنا شايفين، هي هي رسالة الخطأ أثناء الإخلاع ظهرت قدامي وأنا عم أخلع جهاز الكمبيوتر. شو طريقة حل هالرسالة الخطأ؟ خليكم معي بهذا الفيديو. طبعا بنلاحظ أنه عم بيعمل الجهاز إعادة تشغيل من تلقاء نفسه، تمام شباب؟ هلأ طبعا رح يرجع يعمل إعادة تشغيل ويعمل مثل حركة ريبير أو إصلاح، تمام؟ نستنى عملية الريبير أو الإصلاح الخاصة بالويندوز، وللأسف ما بيقدر يساوي شيء. طبعا شباب، قبل ما بلش الفيديو بتمنى انه تدعموني بالاعجاب لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا اول مرة، اشتركوا معنا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. مثل ما انا شايفين شباب، عمل اعادة تشغيل وفات على الاصلاح التلقائي. عم يقول لي ما قدرت حل لك المشكلة، تمام، لم يتم بدء تشغيل الجهاز بشكل صحيح، اضغط على اعادة التشغيل، نعمل اعادة تشغيل مرة تانية وللأسف ما بتنحل المشكلة. فوت على خيارات متقدمة، منحدد خيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها، بعدين بنتقل لعند خيارات متقدمة. بهذا المكان رح ننتقل لعند موجه الأوامر الدوس. مثل ما أنا شايفين طلع لي موجه الأوامر الدوس. طيب، أول شيء بدي انتقل لعند القطاع سي اللي عليه نظام التشغيل. بكتب سي شيفت ونقطتين، هون عم بكتب عربي، بقلبها للإنجليزي سي شيفت ونقطتين انتر، بعمل DIR بيستعرض لي ملفات نظام التشغيل أو ملفات هي السواقة. عم يقول لي هدول الملفات أنا بعرف إنه السواقة سي ما في هيك بقلبها. طيب، رح أعمل D شيفت نقطتين إنتر DIR، طالع لي هدول داون ومدري إيش وأيزو، أنا بعرف إنه هدول ما لهم موجودين بالسي. طيب، E عندي الـ AMD الـ Windows الـ User، إذن هي ملفات اللي موجودة عندي إياها بالـ E، هذا هو نظام التشغيل، إذن موجودة عندي على القطاع E. طيب أوكي، بس الأغلب هو بيكون بالـ C، وإلا أو بيكون في خربطة بالهارد عندي والتقطيعة ما لزبطة. بغض النظر، أنا هلأ بدي أصلح النظام التشغيل أو الملفات اللي موجودة بنظام التشغيل. شو بدي ساوي؟ أول شغلة رح أكتب التعليمة التالية: CHKDSK check disk، يعني فراغ /F فراغ /R فراغ /X، تمام؟ هاي التعليمة شباب رح تعطيني عملية إصلاح للقرص الصلب من القطاعات التالفة، وبعمل انتر وبدأت عملية الإصلاح، بنتظر لحتى تنتهي على الأخير. وبعد ما انتهى من عملية إصلاح القطاعات التالفة رح أكتب التعليمة التالية: SFC فراغ / scan now، ومن ثم انتر. بهي العملية بيعمل تفحص لقطاع أو لملفات النظام إذا كان فيها نقص أو شيء، يعني ملفات النظام الأساسية بالإخلاع بيشوف إذا فيها نقص مشان يرممها. وهلأ في عندي تعليمتين إضافيات بإمكانك تستخدمون وبإمكانك ما تستخدمون، يعني فيك هلأ تعمل إعادة تشغيل لجهاز كمبيوتر ويأقلع معك ويفوت على الويندوز، وممكن ما يأقلع معك وما يفوت على الويندوز لحتى تكمل هدول التعليمتين التانيات اللي هلأ رح أذكرون. التعليمة بتكون على الشكل التالي: بهذا المكان بضغط سي، إذا كان نظام التشغيل على السي، ما له على السي بدي أضغط الإي، لأنه مثل ما شفنا ببداية الفيديو كانت على الإي نظام التشغيل. وبعد ما انتهيت من هالتعليمة الطويلة جدا والمملة، طبعا موجودين كل هدول التعليمات بالوصف الفيديو يا شباب، تمام، بضغط انتر، منلاحظ انه اعطاني بنهاية الرسالة عبارة successful، انه تمت العملية بنجاح. عندي تعليمة اضافية كذلك الامر رح ضيفها على هذا الفيديو. واكيد ما ننسى انه احنا لسانا بقلب القطاع E اللي عندي فيه عليه نظام التشغيل، عندك ممكن يكون السي ممكن يكون الدي، لا تنسى هذا الموضوع. وبعد ما انتهينا من كتابة التعليمة الطويلة كذلك الأمر الثاني، بنضغط انتر، وهلأ بنخرج من محرر الأوامر نهائيا، بقول له متابعة إلى ويندوز، رح يعمل إعادة تشغيله ومن ثم رح ينتقل للويندوز، رح نشوف هل انحلت المشكلة معنا ولا لا. وبعد ما أقلع الجهاز يا شباب، حبيت خبركم على موضوع مهم جدا، أنه ممكن يكون سبب هذا العطل
هو تعريف احد الكروت المتصله بالجهاز. يعني مثلا عندي كرت هالوايرلس هذا اللي كان متصل بالجهاز كان فيه مشكله بالتعريف الخاص فيه وكانت عم تظهر رساله هالخطا. تمام يا شباب، اذا ازيل جميع الكروت المتصله بالجهاز، خلي اللوحه ناشفه ما في عليها شيء تماما، ومن ثم عيد تشغيل وجرب قد ما تحتاج لكل التعليمات البرمجيه اللي هلا اشتغلت عليها كليا. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.